السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. أصبح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله يعيش وضعا صعبا بعد قرار إدارة النصر بفسخ عقده أول أمس الثلاثاء بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق ما أعلن عنه النادي السعودي. وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة النصر أمهلت عبد الرزاق حمد الله 4 أيام من أجل دفع الشرط الجزائي لعقده الاحترافي مع النادي البالغ 20 مليون يورو، أي ما يعادل 83 مليون ريال سعودي تقريبا. وحسب تأكيدات الصحيفة، فإن قرار دفع اللاعب المغربي لمبلغ 20 مليون يورو راجع لإخلاله ببنود العقد، وقد تم إشعار عبد الرزاق حمد الله في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الماضي أنه في حال عدم دفعه مبلغ الشرط الجزائي سيتم رفع قضيته لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وكتبت الجريدة عن كشفها لأسباب فسخ العقد، بدأت بالخلافات فور نهاية مباراة الرائد الأخير في الجولة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في غرفة تبديل الملابس عقب تلفظ حمد الله على البرازيلي مارسيلو سالازار مدرب الفريق الأول لعدم إشراكه في القائمة الأساسية، ثم قام بكسر السبورة التي يتم فيها شرح البطة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تسليم اللاعب خطابا تطلب فيه إفادة رسمية لذكر ما حدث بعد اللقاء، وهو ما أثار حفيظة اللاعب المغربي الذي أرسل بعد تسلمه الإفادة عدة رسائل تهديدية عبر تطبيق واتساب ورسائل SMS لأحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، مؤكدا خلالها السماح له بالخروج نهائيا من النادي أو أنه سيثير المشاكل في الفريق. وختمت الصحيفة، حمد الله ذكر عبر رسائله الآتية: سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدا لم يتم خصم كامل عقدي المتبقي منه 7 أشهر، واعتبروها صدقة لكم. وبعد وصول إدارة النصر إلى قناعة تامة بعدم جدوى بقاء المهاجم المغربي، أوكلت المهمة للسويسري لوكا المحامي لفسخ عقده، وهو ما تم بشكل